نظمت الإدارة العامة للمرور فعالية القرية المرورية في مجمع الأفنيوز بمناسبة الأسبوع أو أسبوع المرور الخليجي 2024 تحت شعار قيادة بدون هاتف. يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق واستمرار العمل على خفض معدلات الحوادث وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. تحتفل الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور والذي يقام في مارس من كل عام، وفي هذا الإطار تنظم الإدارة العامة للمرور فعالية القرية المرورية في مجمع الأفنيوز تحت شعار قيادة بدون هاتف تزامنا مع احتفال دول الخليج بأسبوع المرور. تقام هذه الاحتفالية تزامنية في كل دول مجلس التعاون، وتم اعتماد شعار هذه السنة قيادة بدون هاتف للتأكيد بمدى أهمية القيادة دون استخدام الهاتف حتى لا ينشغل السائق بغير الطريق العام ويكون عرضة أكثر من الأحوال الطبيعية للحادث. وأيضا أسبوع المرور يأتي للتأكيد بشكل عام بأهمية التزام بقواعد المرور لتجنبنا ارتكاب الحوادث المرورية ولا قدر الله التعرض للإصابات، وهو يعتبر خير مناسبة للتأكيد على عمل رجل المرور الدؤوب وأنه يكون في هذه المناسبة أكثر قربا من مستخدم الطريق، وهذه علاقة عميقة تتأصل في هذه الأسبوع خاصة لتأكد على أهمية الالتزام بالقواعد وتجنب السلوكيات الخاطئة وعدم تعريض نفسك أو غيرك للخطر. مشاركة المحافظة تأتي بإبراز جهود الشراكة المجتمعية مع كافة قطاع المجتمع بالتعاون طبعا مع الإدارة العامة للمرور، وشهدنا إقبال كبير من جميع المشاركين من جميع الفئات اللي موجودة، والهدف طبعا من مثل هذه المشاريع هو رفع الوعي والتعريف بأهمية السلامة المرورية للجميع. احنا نسميها اسبوع المرور لكن هي صارت الحين مو باسبوع المرور، هي الفعاليه ارتقت لان توصل وتمسنا جميعا طول ايام السنه، يعني ما شاء الله تبارك الله. فشكر وتقدير حق اداره المرور، وزاره الداخليه، شكر وتقدير حق كل السبونسرز خلينا نقول اللي موجودين، لان فعلا لما نقول قيادة بدون هاتف ولا لما نقول في لحظة ولا نقول كثير من المصطلحات اللي استعملناها وما زلنا نستعملها خلنا نقول في الثقافة المرورية اللي موجودة صار شيء جزء لا يتجزأ منه. اليوم جميع المؤسسات سواء كان بنك البحرين الوطني ولا غيرها من المؤسسات جميعها جميل ان نشوف تكاتف الجهود كلها لمصلحه عامه، تكاتف الجهود كلها لان احنا نثري خلينا نقول المجتمع بافكار باشياء تعليميه باشياء تربويه تثقيفيه. جميل لما جينا شفنا الاطفال اليوم سواء كان مركز الحراك ولا ذا الشراكه المجتمعيه على اصول على نهج جميل جدا. وتم خلال حفل افتتاح فعاليه القريه المروريه تكريم عدد من الجهات الداعمه وشركاء الاداره العامه للمرور في التوعيه وأصحاب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تواجد مرتدي القرية لمساهمة الجميع في نشر الثقافة المرورية للمجتمع ودعم المبادرات والخطط المرورية والمساهمة في نجاحها. استمتعنا في الفعالية، استانسنا، تعلمنا الفعالية شلون نمشي بدون ما نياوي التلفون وإحنا نمشي، يعطيهم العافية ما قصروا وزارة الداخلية. سووا فعالية جدا حلوة وممتازة. ما شاء الله الفعالية جدا مرتبة، والأكثر يعني ما جذبني فيها أنها فعلا مهيئة لذوي الإعاقة، فإحنا نشكرهم على الاهتمام بهاي الفئة الغالية على قلوبنا، وما شاء الله الأكتيفيتيز الموجودة فيها كلها ممتعة واستمتعوا أطفال مركز منيرة بالهندي بالحضور. أنا ما يصير نطلع راسنا من الدريشة وبعد ما يصير نفك الحزام. ويظل الحضور المجتمعي أساس الفعاليات والأنشطة ليمثل في الوقت ذاته أحد أوجه رسالة السلامة العامة التي نتطلع إلى ترسيخها واقعا يوميا في المجتمع.